سيدنا سؤال، شنو حكم الرجال اللي ياخذ يعني يفحص تليفون مرته، يعني يقلب بيه يصفح بيه هالشيء، شنو حكمه هنا؟ احنا هنا قضية مهمة. قضية مهمة. عندنا مراقبة شيء وعندنا تجسس شيء آخر. زين. ده تفهمني؟ أفهم. اكو مراقبة واكو تجسس. زين. تقدر تفرق بين المراقبة والتجسس؟ مراقبة والتجسس. التجسس حرام. والمراقبة جائز. زين. زين. المراقبة حتى يراقب موبايلها يصير له ما يصير قلنا جاهز ليش؟ لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. الأهل هي الزوجة. من الإجراءات الوقائية يكون يتابع زوجته، يراقبها، يتابعها، فهذا شيء جائز. المراقبة جائز. في قبال اللي هو حرام التجسس، اكو خصوصية عندها ويا أهلها. نعم. ويا أقاربها. صح. هاي الخصوصية من حق الزوج يطلع عليها لو مو من حقه. لا مو من حقه. مو من حقه. هذا التجسس يصير تجسس. هنا حرام التجسس. هنا حلال المراقبة. الفارق شنو هو؟ الفارق حينما يطلع على خصوصياتها صار تجسس حرام. زين. خصوصياتها ويا أهلها. حينما يتابع إذا أكو أشياء مريبة عند الزوجة يتابعها ويراقبها في الموبايل هذا جائز ومو جائز؟ هذا اسمه مراقبة ومتابعة. هذا مو حرام. صح. فيصير يقلب بالموبايل لو ما يصير إذا كان يندرج تحت المراقبة جائز. زين. إذا تحت التجسس حرام. واضح؟ والفرق قلنا الفرق حينما يتابع خصوصيات إلها هذا التجسس حرام. حينما يتابع أو يراقب أوضاعها إذا كانت تصرفات مريبة عند العقلاء، مو هو حساس، مو هو حساس من كل شيء شك وكذا. إذا عند العقلاء أكو بعض التصرفات مريبة يصير أنه يتابع هاي الأشياء المريبة. واضح؟ واضح.